الله، هذا الجزء الثاني من الكور تاعنا لا ريغيلاسيون دو لا ريسبيراسيون. درنا الفيديو الاول فهمنا فيه سيكل ريسبيراتوار كيفاش يعصر الامور هذو كامل. دونك راح ندخلوا لا ريغيلاسيون بروبرمون ديت. في لا ريغيلاسيون بروبرمون ديت كاين عندنا كتذكير، عندنا كاين زوج حوايج، عندنا لي ميكانو ريسيبتور اي لي كيمو ريسيبتور. لي ميكانو ريسيبتور تسمى هذه نفس الشيما اللي كانت في الاول، تلقاوها في الفيديو اللي فات. هذه نفس الشيما اللي كانت في الاول. واش قلنا؟ اول حاجه عندنا لي سوند ريسبيراتوار. يا ربي، اول حاجه عندنا لي سوند ريسبيراتوار. سوند ريسبيراتوار واش قلنا؟ قلنا اسم دوك ماشي كما بدينا في الاول كما درك. لي سوند ريسبيراتوار قلنا هما سوند ابنوستيك، سوند بنيموتاكسيك، كوب ريسبيراتوار دورسال، ايكو ريسبيراتوار فونترال. حنا نهضروا سيرتو على الكوب ريسبيراتوار دورسال اللي جاي في البون. اسم هادو لي كوب سون جينيراتور دو ريتم. قلنا هادو لي كوب سون جينيراتور دو ريتم. الجروب الفوق سون ريغيلاتور. اسم هذه حاجه نسيت نربطها قبيله. حنا عرفنا بلي البون هي ريسبونسابل على انها دير الريتم هذا. اسم هما الكوب ريسبيراتوار دورسال سيرتو اي كوب ريسبيراتوار فونترال، واللي تاع الفوق هما ريسبونسابل دو لا ريغيلاسيون. غير لا ريغيلاسيون واش معناتها؟ معناتها ياثروا على الكوب ريسبيراتوار دورسال. اسم هذه كمعلومه ما قلناهاش قبيل. بون لي سوند ريسبيراتوار واش راح ياثروا؟ حياثروا على لي موسكل ريسبيراتوار. لي موسكل ريسبيراتوار اسمها سيستم باسيف اكتيف وسيستم اكتيف ياثر على الباسيف اكسيتيرا اكسيتيرا. في الاخر واش حيصير لنا؟ راح تصير لنا لا ديلاتاسيون. واش حتصير لنا ثاني؟ راح تصير لنا لا فونتيلاسيون. لا ديلاتاسيون معناتها التمدد تاع لي برونش هذاك، الحركه تاع لي موسكل اكسيتيرا اكسيتيرا، راح تانفلونسي لي ميكانو ريسيبتور. معناتها راهي كاينه حركه، كاين تمدد، كاين ايتيرمون، كاين كونتراكسيون، هذا كامل سي دو لا ميكانيك. ميكانو ريسيبتور هادو راحو ياثروا على لي سونت ريسبيراتوار. لي ميكانو ريسيبتور سونسيبل او ديلاتاسيون اي او موفمون ميسكولير. هذا الاولى. الحاجه الثانيه واش كاين عندنا؟ كاين عندنا دي كيمو ريسيبتور. باسكو يا واش لا فونتيلاسيون تاثرنا لي فاكتور هادو اللي حكينا عليهم قبل، اللي هما البي اس او 2 البي اش اي بي او 2. هذه الكلمه هادو الكلمات هادو تسمعهم 70 مره في الكور هذا نورمال. هادو كما تاثر لا شيمي تسمى البي اس او 2 البي او 2 اي بي البي اش. هادو واش كنا كاين؟ كنا كاينين دي كيمو ريسيبتور بيري سونترو، كاين دي كيمو ريسيبتور بيريفيريك. هادو هما لي سونسيبل للتغيرات اللي راح يصراو لنا، التغيرات اللي راح يصراو لنا في هادو لي فالور. باسكو لي فالور هادو قلنا لازم ديما يبقاو ثابتين، بي او 2 بي اس او 2 البي اش. هادو لي كيمو ريسيبتور بيريفيريك اي سونترو سوا بيريفيريك سوا سونترو راح ياثروا لنا على لي سوند ريسبيراتوار. سما في لونسومبل تاع الريغيلاسيون واش كاين عندنا؟ دي كيمو ريسيبتور اي لي ميكانو ريسيبتور. حنا يهمونا سيرتو لي كيمو ريسيبتور. لي ميكانو ريسيبتور ماهمش عندهمش خدمه كبيره ولا خدمه واضحه. المهم يا جماعه ركزوا لنا على لي كيمو ريسيبتور ولي فاكتور هذوك البي اس او 2 البي او 2 اي بي اش. يعني زدت عاودتها. بون كاين ثاني كشغل الحوايج ثاني لازم نعرفهم ثاني قبل ما نبداو لا ريغيلاسيون. كاين لا ريغيلاسيون دو فونتيلاسيون او روبو. تشوفوا على الدي بي كاردياك. حنا الدي بي كاردياك من قبل واش قلنا؟ قلنا الدي بي كاردياك دي بي كاردياك ايغال لا فونتيلاسيون لو فوليم ديجيكسيون سيستوليك مضروب في لا فريكونس كاردياك. تسمى الفوليم اللي كاين في اللي كاين في الدقه مضروب في الفريكونس كاردياك على الدقات في الدقيقه. يخرجوا لنا الحجم يخرج لنا الحجم في الدقيقه اللي كنت شفاو عليه من قبل. قلنا هو 5 لتر في الدقيقه. دركا عندنا ان اوتر دي بي واش هو؟ هي لا فونتيلاسيون مينيت. لا فونتيلاسيون مينيت هذيك اللي تشفعوا عليها في الكور تاع لا فونتيلاسيون. لا فونتيلاسيون مينيت واش تساوي؟ لا فونتيلاسيون مينيت تساوي الفوليم فلورون راه مضروب تي. هذا ماشي فوليم دوطا، راه فوليم كورون. لازم نرجعوا للكور تاع الفونتيلاسيون. يا ربي لا فونتيلاسيون مضروبه في الفريكونس ريسبيراتوار. اسم هذا لا فونتيلاسيون مينيت هي عباره عن دي بي. لا فونتيلاسيون مينيت شغل دي بي ريسبيراتوار سميناها لا فونتيلاسيون مينيت. تسمى لا فونتيلاسيون راح تصرف في الدقيقه. الحجم واش هو؟ واش حيخرج لنا الفوليم؟ الفوليم كورون خويا قلنا 0.5 لتر اذا كان شفاو في الفريكونس ريسبيراتوار. لا ريسبيراسيون راح تحدث لنا 12 مره في الدقيقه برك، مش كما الباتمون تاع الكوره 70 مره. تسمى لا ريسبيراسيون اون روبو كون تحسب عدد المرات اللي قاعد تستنشق فيهم وشغل ترجع فيهم الهواء 12 مره. هذه هي الغوبوا. تسمى 12 في 0.5 لا فونتيلاسيون مي تخرج لنا 6 لتر. تسمى في الدقيقة رانا قاعدين نتنفسو 6 لتر، 6 لتر بار مينيت. تسمى قاعدين نستنشقو ونردو 6 لتر. هذا هو الفوليم اللي استنشقناه ورديناه في دقيقة واحدة اللي هو 6 لتر بار مينيت. هذا هو الدي بي ريسبيراتوار تاعنا ولا الفوليم مينيت. هذا يا جماعة في الغوبوا باسكو في ليكزارتيز عندك هذا 6 عندك قادر تولي 120 120 لتر بار مينيت. تسمى قادر تدوبل 20 مرة. هذه لا فونتيلاسيون مينيت. لا فونتيلاسيون ميت واش قلنا؟ لا فونتيلاسيون ميت هي الفوليم
في الفريكونس واش معناتها لي سونت ريسبيراتوار راح ياثروا على فونتيلاسيون واش معناتها ياثروا على الريتم ريتم واش معناتها ريتم حركه الريتم معناتها لا فريكونس لا فريكونس ريسبيراتوار انت لي سونت هادو حنا قلنا لي سونت قلنا كيفاش يديروا بصح دوكا راح نقراو كيفاه راح ينفلونسي ولا ريسبيراسيون حنا بنا بلي سونت هما لي سون جينيراتور دو ريتم هما اللي راح يخلقوا لنا الريتم ريسبيراتوار سما هما راح ياثروا عليه على حساب المعطيات تاع لو كور تاعنا اول حاجه ياثروا على الريتم ثاني حاجه راح ياثروا على لومبليتود ريسبيراتوار لومبليتود ريسبيراتوار معناتها على لي فوليوم كما تشوفوا قبيله وشوف هي البلاصه اكزاكت اللي يعني اللي مسؤول على هذا هي سونتر بنيموتاكسيك قلنا بلي راه مسؤول على الفريكونس ريسبيراتوار اي على لي فوليوم على لي فوليوم سورتو بس حنا ما نقدروش نقولوا له السونتر بنيموتاكسيك وحده باسكو السونتر بنيموتاكسيك هذا ياثر على الجروب ريسبيراتوار فونترال ودورسال والجروب ريسبيراتوار دورسال راح ياثر على الريسبيراسيون هذه اسمها لا ريغولاسيون دو فونتيلاسيون او ريبو كاين عندنا ثاني كونترول نيرف بيريفيريك هذه البارتي ما فهمتش لها شتاو باك زادوها في الكور المهم الكونترول نيرف بيريفيريك بعدا نرجع للكونترول ميتابوليك الكونترول نيرف بيريفيريك اول حاجه هذه هضرنا على النيرفاك هذه ما شرحهاش لا في الكور لا في حتى حاجه قال لك كاين لي زيريتون ريسيبتور شغل دي ريسيبتور على ليغيتاسيون ليغيتاسيون تبان التهيج ولا حاجه كما هكذا ريفلكس دو ديفونس اون كاد ديريتاسيون المهم انا واش فهمت هذه يعني من لاغور هذيك شغل ليغيتاسيون ستيميل لا برونكو كونستريكسيون معناتها كيما يصرى تهيج راح يصرى لنا برونكو كونستريكسيون هذه تبان لي في الكا تاع كيما في الكا تاع لالرجي مثلا لالرجي كاين عندهم لالرجي من دوار الشمس ومنهم من اللوحه من حوايج معينين كيما تصرى لالرجي راح تصرى لها برونكو كونستريكسيون خلي الانسان كيما صرى له حساسيه غير يتنفس سما هذه من وسيله من وسائل الدفاع خير على بالنا هذه باللي المناعه المفرطه وكامل سما تبان هذه الميكانيزم تاع النافاك والله اعلم باسكو انا كي شفت لي صنامين ولا بانكو كونستريكسيون ربطها طول بالرياكسيون اليرجيك وجو سي با اذا راني صحيح والله مهم يعني هذا واش فهمت منها هذه الكونترول تاع النافاك كاين على ثاني كونترول تاع الكونترول سبينال كما على بالنا باللي واش هو الجمله اللي قلتها لكم في الاول قلت لكم لي فوا هذو كامل لازم يكونوا دي فوا انتغر على بالنا باللي الموال ايبينير راح يفوت عليه هذو شو وسائل الضغط بين سونت ريسبيراتوار وبين لي سيستم فونتيتوار هو الموال ايبينير اسمها لي فوا كامل راح يفوتوا من الموال ايبينير يفوتوا من الترون سيريبرال يفوتوا اسمها لانفورماسيون تاع لي سونت ريسبيراتوار تفوت لي ميسكل بار الموال ايبينير بعد تروح في لينير وهكذا ثاني اللي كيمو ريسبتور ثاني مهم اكسيتيرا تسمى واش لازم يكون لي فوا هذوك لازم يكونوا انتيغر لازم يكونوا سليمين كوني صرا مثلا بروبليم في الموال ايبينير كامل الميسات راح ميفوتش لي ميسكل ريسبيراتوار تسمى راح يصير لنا مشكل في لا ريسبيراسيون هذه هي تسمى سونتر دانتيغراسيون دانفورماسيون اي سي دي سونتر سيبيريور اي سري دو لا كاج توراسيك شغل هو وسيله الربط بين لي سونتر سيبيريور اي الستركتور دو لا كاج توراسيك تسمى هو مجرد وسيله ربط لكن اذا تقطع ما راحش يبقى لنا كونتاكت بين لي سونتر سيبيريور اي لي ستركتور دو لا كاج توراسيك الكونترول نيرف بيريفيريك هذا ما يهمناش بزاف حنا يهمنا سيرتو الكونترول ميتابوليك هذوك اللي رانا من الصباح حنا ندبوا عليه اللي هما البي ار او 2 البي سي او 2 اي البي اش سما ذكرنا دخلنا الريغولاسيون بروبرمون ديت دخلنا لا ريغولاسيون سما هذو لي ديفيرون فاكتور اللي قلنا الحمد لله هذو لي فاكتور اللي قلنا لازم ديما يبقاو لنا محفوظين في قيم ثابتين الحاجه اللي قلنا في اول درس راح ندرسوا كيفاش راح ياثروا لنا على لي سوند ريسبيراتوار اللي فوق بار كوا بار لي كيموريسيتور تاعهم سما هذو لي فاكتور راهم كاينين في لو سون جاو من لا ريسبيراسيون هي اللي اثرت عليهم هما دوك كيفاش راح ياثر على لا ريسبيراسيون اثر عليا ولا اثر عليك بون البي او 2 واش لازم يكون ديما في 96 100 في مراجع اخرين البي سي او 2 40 ارتيريال يا جماعه لازم ديما ارتيريال كيما في الكور اللي فات فونكسيون ريسبيراتوار دو سون قلنا ديما كيما نهزو بريليفمون نهزوها من لارتير غاديال باسكو اكسيسيبل ورا نهزوها من لوبيل دو لوغي la pression artérielle sur O2 la pression artérielle تاع O2 و pH pH كما قلت لكم لازم 7.40 بلي او موان 0.2 دوكا نبداو بالواحد اول حاجه الاكسجين تسمى اول حاجه تاثير تاع الاكسجين بون نروحو نشوفو لهنا حنايا الاكسجين واش على بالنا الاكسجين لازم يكون 100 100 96 96 هذوما لي فاكتور تاعو كون يكون البي او 2 يكون قل من 100 سما راك في الكات على الغوبو ما تحتاجش الاكسجين راهو في 96 بو دانفلي معناتها لانفلي يكون نورمال برك ولا يكون بو دانفلي لانفلي قليل تاع الاكسجين سما ما تحتاجش الاكسجين بزاف راهو كافيك مادام كاينه البريسيون بارسيال تاع 96 ها يا جماعه ثاني هذه البريسيون هذه راكم تشوفوا فيها 100 ملم دو مخيو والله المعدل تاع علاقه بالبريسيون ارتيريال ديال ستوليك وفي ستوليك هذه راه يسموها بريسيون بارسيال
هذه راه يسميوها بريسيون بارسيال. بريسيون بارسيال هذو شدرها كي كاينه هذيك بارتي 0.3 مليلتر من لو 2 اكزرسها على الجدار تاع لاغتيغ. زعما البريسيون راح يديرها لا بارتي ديسوتا دو لو 2 على الجدار تاع لاغتيغ. هذه في الكور تاع الفونكسيون ريسبيراتوار دو سون باش نكونوا واضحين. كون يكون في الحدود تاع 100 اقل من 100 كاين بو دانفلي الجسم تاعنا ما يحتاجش لو 2. كون تكون هذه البي او 2 تكون 400 ملم دو ميركيور معناتها لو 2 راهو طاقي خلاص في التيرمو تسمى بزاف لو 2 في لو سون تاعنا تسمى كاين بزاف لو 2 400 ملم دو ميركيور با دانفلي معناتها لانفلي ولي ما كانش معناتها نولي ما نجيبوش لو 2 ما نحتاجوش حتى نخلصوا لو 2 حتى نستهلكوا لو 2 هذاك كيما نستهلكوا لو 2 هذاك باش يزيد يجي لو 2 باسكو على بالكم علاه مادام بي او 2 راهي 400 ملم دو ميركيور تسمى راهي حاجه كبيره بزاف فهمتوني تسمى ولي لو 2 ما نحتاجوش تسمى حرفيا ولي لو 2 ما نحتاجوش بصح غاغ مومون تصرا الحاله هذه تاع البي او 2 تولي توصل 400 ملم دو ميركيور تسمى با دانفلي ما تحتاجش الاكسجين ما تجيبش الاكسجين الريتم ريسبيراتوار ينقص خلاص. هنايا عندنا في الكا هذه البي او 2 يولي قل من 50 ملم دو ميركيور تسمى كي يوصل البي او 2 قل من 50 ملم دو ميركيور معناتها راه تقريبا ولا كمل الفينو الفينو راه 40 ملم دو ميركيور الفينو دير ريزيرف تسمى دوكا البي او 2 قل من 50 ملم دو ميركيور ماكسيموم دانفلي معناتها الاورغانيزم تهبل دير هايبر فونتيلاسيون المهم لازم الاكسجين يطلع ل 100 ملم دو ميركيور تسمى هذه هي لا رياكسيون تاع لي كيمو ريسبتور لي كيمو ريسبتور سيرتو بيريفيريك واش راح يديروا يروحوا ياثروا على يروح ياثروا على لي سونتر ريسبيراتوار باش يزيدوا لا فونتيلاسيون ياثروا على الجروب ريسبيراتوار ياثروا على الجروب ريسبيراتوار دوسال هذاك يزيد لانسبيراسيون ياثر على مثلا في الجروب ابنوستيك باسكو يستيمي الجروب ريسبيراتوار دوسال اكسيتيرا دي ميكانيزم. المهم هذه اسمها لا رياكسيون دو لوكانيزم على ايبوكسي تسمى ليستيميل ايبوكسيميك ليبوكسي معناتها الاكسجين ناقص ستيميل ايبر فونتيلاسيون هذه توجو ايبوكسي ايبر فونتيلاسيون الاكسجين نقص معناتها الفونتيلاسيون راح تزيد لا محل ايبوكسي ايبر فونتيلاسيون. دوكا كونترول دو لا فونتيلاسيون بار لو سي او 2 خلصنا لو 2 دوكا سي او 2 سي او 2 فيه خدمه كبيره سي او 2 ماشي خدمه كبيره تعود تخلعو ثاني وتكوبيو الكول وكامل بي سي او 2 عنده لا ريلاسيون انتيم مع البي اش بون البي سي او 2 البي سي او 2 جماعة كما نعرفوا باللي البي سي او 2 هي هي 40 ملم دو ميركيور حنا السي فيكس تاع او 2 سي او 2 هو الكابني هايبر كابني هايبر كابني معناتها زياده السي او 2 في الدم هايبر كابني اي دونك لاسيدوز تسمى هايبر كابني ديما مربوطه بلاسيدوز باسكو على واش جماعه على بالنا بلي سي او 2 يزيد زاد الاش بليز نقص الاش بليز زاد الاش بليز سي لاسيدوز لاسيدوز ريسبيراتوار نقص الاش بليز سي لاكالوز ريسبيراتوار هذه سي لا بيوشيمي تاع لينيتي ايرينير والله المعادله اللي تراكي في الكور اللي فات. بون لي كيمو ريسبتور ليبر كابني ولا لاسيدوز ستيميل لي كيمو ريسبتور بيريفيريك تسمى بيريفيريك راهم ستيميليهم بصح لي كيمو ريسبتور سونترو سون تري سونسيبل الكلمه اللي قلتها لكم من قبل تسمى هو تسمى ليبر كابني زياد سي او 2 راح يستجاب بصح لي كيمو ريسبتور بيريفيريك بصح سيرتو سونترو هما اللي يكونوا تري سونسيبل تسمى راهم سونسيبل لاقصى درجه لسي او 2. بون اون رياليتي هما شغل هادو لي ريسبتور سو سون لي زيون اش بليس اي سي دو لاسوسياسيون دو سي او 2 كي بريزونت ان فيريتابل ستيميليس تسمى لا ستيميلاسيون بصح راهي ما تجيش من سي او 2 راهي تجي من نتيجه سي او 2 اللي هو لاش بليس هي في حقيقه الامر لاش بليس كيما يزيد يستيميلي لي سونت ريسبيراتوار باش يزيدو لا فونتيلاسيون باش يطيشو علينا سي او 2 تسمى ماهوش سي او 2 اللي راه هو الفيريتابل ستيميليس الاش بليس باسكو سي او 2 كيما يزيد سي او 2 معناتها زاد H plus, H plus يروح يستيميلي يدير لا ستيميلاسيون لي كيمو ريسبتور بيريفيريك لي كيمو ريسبتور سونترو لي سيرتو سونترو صرنا ليبر فونتيلاسيون على واش صرنا ليبر فونتيلاسيون باسكو سي او 2 راه زايد بزاف حنا حابين نخلصو منه هذه هي باك لا رياكسيون تاع سي او 2 هذه ثاني شغل الهضره اللي كنا نهضر فيها قبيل لي كيمو ريسبتور سونترو لي كيمو ريسبتور سونترو راهم حساسين للH plus لقاو في لي سي ار سي ار هو لي كيت سيفالو راشيديان لا سيريبرو راشيديان لي سوند ريسبيراتوار لي سوند ريسبيراتوار واش هما لي سوند ريسبيراتوار لي بير كابني لي سوند لي بونتيك لي سوند ريسبيراتوار بونتيك لي سما تاع الجروب ريسبيراتوار سورتو دورسال هذاك لي بير كابني اي كونسيدا اي كونسوليداتور لي ستيمينيس ايبوكسيمي سما كيما لي بير كابني كيما لي ايبوكسيمي في جوج راح يديو لي بير فونتيلاسيون لي بير كابني ولا لي ايبوكسيمي لي بير كابني واش معناتها سي او 2 زد او هي ليبر كابني او الاو 2 انقص انت ليبوكسي هذو كامل شحال يدي راح يديو لا فونتيلاسيون تزيد
ستونكس هذيك لا فونتيلاسيون تزيد، سواء زاد السي او 2 اللي ما يحتاجوش الجسم او نقص الاكسجين اللي يحتاجه الجسم راح ترى لي بير فونتيلاسيون. هذه ثاني شيء ما بك توضح، دوك توضح لكم مليح ثاني اسمه بالنسبه للعباد اللي ما قراوش البيوشي مليح ولا بون. هذه البي سي او 2 تزيد كما زاد البي سي او 2 اش معناتها؟ معناتها يزيد سي او 2 في الجسم، سي او 2 زائد H2O راح يمد لنا، سي او 2 زائد H2O راح يمد لنا الاسيد كربونيك اللي هو H2CO3. H2CO3 هذا من النواتج تاعو هو الاش بليس والاش سي او 3 مور. تسمى كيما يزيد سي او 2 على بالنا بلي كيما يزيدوا المتفاعلات اتجاه التفاعل راح يكون في الجهه هذه باش يصير التوازن فيزياء. الاش بليس يزيد، الاش بليس يطغى، الاش بليس ستونكس، الاش بليس يزيد واش معناتها؟ الاش بليس راح يدير ستيميلاسيون ليكيموسبير سونترو. الاش بليس راح يدير ستيميلاسيون كيموسبير سونترال، كيموسبير سونترال خلاص جا الاش بليس اليرت راهو زادنا الاش بليس، معناتها السي او 2 يا جماعه راهو زايد ونجي روح يستيميلي لي سونتر ريسبيراتوار، لي سونتر دو كونترول ريسبيراتوار اللي هما اللي كاينين في الترون سيريبرال. واش راح يديو؟ يديو لي بارفونتيلاسيون سي سا. هذه التكنيك تاع السي او 2 اسم الكور في الاول صح يبان معقد وكان بصح دوكا سي تري فاسيل. هادو اللي كيما غيسب دور ثاني لي فاكتور لي فاريابل ريغولي اكسيتيرا اكسيتيرا. عندنا مثلا البي سي او 2 البي اش، البي سي او 2 خيو على بالنا بلي اللي هما اللي حساسين بالبي سي او 2 والبي اش هما اللي كيما غيسبور سونترو باش راح يديو لي بيرفونتيلاسيون. كاين ثاني عندنا البي اش مي هادو حوايج اخرين، حوايج زايدين على لي بيرفونتيلاسيون. كاين عندنا مثلا البي او 2 بريسيو ارتيريال تاع او 2 تاثر على لي كابتور غينو راح يزيد لي ريترو بواس. خلى بالنا بلي كاين بلي في الغان كاين عندنا الفونكسيون ثاني، عندنا الفونكسيون اكزوكرين وعندنا الفونكسيون اندوكرين. لا فونكسيون اندوكرين تاع الغان ماشي تاع السيرينال، من الفونكسيون اندوكرين انها تفرز هذو المكونات هذو اللي يديروا لي ريترو بواس ولا غنسيتهم في الغينال ولا حنا قريناهم. المهم كما ينقص الاو 2 راح تستيميل الغان راح تستيميل لي ريترو بواس، معناتها زياده الكره الدمويه الحمراء. كيما يزيد الكره الدمويه الحمراء باش يعاونوا في نقل الاكسجين باش يغطيو شويه على نقص الاكسجين في الدم. كاين ثاني البي او 2 التركيز تاع لو 2 البي سي او 2 اكسيتيرا اكسيتيرا، هادو ياثر على ليكيموريسبتور بيريفيريك. قلنا هادوك تو لي فالور ياثر على ليكيموريسبتور بيريفيريك. حنايا عندنا غير ليكسيبسيون سي او 2 سي او 2 بي اش ليكيموريسبتور سونترو ياثر عليهم اكثر، بصح الباقي كلشي ياثر على ليكيموريسبتور بيريفيريك. ليكيموريسبتور بيريفيريك ياثر على لا فونتيلاسيون، يزيدوا لا فونتيلاسيون كيما تصرا ايبوكسي ينقصوا لا فونتيلاسيون كيما يزيد الاكسجين في الدم. على الدي بي سونغان ثاني باسكو هذا الحوايج ثاني اثر على الدي بي سونغان. الدي بي سونغان اللي اثر على باسكو اثر على الفريكونس كاردياك، ياثر على لي ريزيستانس فاسكيلير باسكو سيستم نيرفو سامباتيك يدخل. المهم بزاف حوايج يدخلوا. حنا المهم على بالنا بلي التاثير على لي سونت ريسبيراتوار هو ليكون كيما في ليبوكسي وليبر كابلي راح تصرا ليبوفونتيلاسيون والعكس صحيح، ليبرفونتيلاسيون والعكس صحيح. بون هذه كل حد تبقى في الرسمه حد تبقى في المعوده. الكورتكس سيريبرال، الكورتكس سيريبرال اللي قلنا بلا فولونتي، ليبوتالاموس اللي يدخلوا فيه المشاعر، الفاكتور كيميك اللي هما البي سي او 2 البي او 2 البي اش تسمى اللي كيما بليكيمو ريسبتور تاعهم راح ياثروا كامل على لي سوند ريسبيراتوار. لي سوند ريسبيراتوار جماعه واش على بالنا اللي راح ياثروا على الديافراغم كيما ياثر على السيستم اكتيف، كيما ياثر على السيستم اكتيف راح ياثر ثاني على السيستم باسيف، ياثر ثاني على الفريكونس والامبليتيود، وفي الاخر ياثر على الفونتيلاسيون تزيد ولا تنقص على حسب الاحتياجات. هنايا مثلا هذه ثاني شيء منفصل اكثر. هنايا زادت مثلا زادنا سي او 2 زادنا سي او 2 معناتها البي اش نقص معناتها زادت الاش بليس ثاني في نفس الوقت. هنايا لي بار كابني هذه ثاني لو 2 نقص معناتها ليبوكسي واش حال تدي؟ حال اثر لي سونتر ريسبيراتوار حيأثروا على سيستم باسيف اللي هو اسم السيستم اكتيف راح يزيد الحركه تاع لي موسكل، راح ياثروا على الفريكونس ريسبيراتوار ثاني يزيد. تسمى كيما يزيد الفريكونس ريسبيراتوار يزيد راح يزيد لامبليتي تاع حيز دو لي فوليم يزيد لا فونتيلاسيون. وهنايا العكس صحيح. مهم ترى لا ريغولاسيون تاع البي سي او البي سي او 2 البي او 2 البي اش هذه هي. سمع هذه ثاني شيء معوده ثاني ما كان لازم نبقاو نعاودو في نفس الهضره. سمع الكوريجي طويل برك في الباطل. دوكا خلصنا لا ريغولاسيون تاعنا، يبقاو لنا كالكو سيتياسيون برك هي كيفاش ترى لاداتاسيون تاع الاورغانيزم تاعنا كيفاش تتاقلم في الحاله تاع ليكزارسيس وفي الحاله تاع الصومي. سمع في الحاله تاع الانسان كيما يكون راقد وفي الحاله تاع الانسان كيما يكون عنده اكزارسيس مسكيلا.
حنا واش كاين اول حاجه في البومون تاعنا نورمال كاينين ديما لي ريزيرف، تسمى البومون تاعنا جامي تكون غافله على انه الانسان راح يدير الاكزرسيس كامل. خلي بالكم في الكور اللي فاتوا باللي قلت لكم راه كاينين دي ريزيرف، من اول الحوايج تاع الريزيرف انه لا فونتيلاسيون تصرا في 0.3 ثانيه، معناتها راح تبقى 0.5 ثانيه، والسيكل كاردياك تصرا في 0.8 ثانيه، تسمى راح ديما تبقى 0.5 ثانيه هذيك كريزيرف اون كا السيكل كاردياك تنقص بالسبور كامل، راح الفونتيلاسيون راح تكون كاينه. كاين الكثير من الحوايج تاع الريزيرف، كاين مثلا من الحوايج تاع الريزيرف انه الجلوبال روج تعمر في غير في 0.8 الاولى، في الثلث الاول برك تتعمر، ومن بعد هذيك الكل تبقى كون ريزيرف. تسمى البوما تاعنا راهي فيها بزاف دي ريزيرف بوغ الكا تاع ليكزارسيس، بوغ تسمى بليزيور شوز. هذه الحاله الاولى. ثاني كاين لي ريزيرف هادو ثاني وقتاش كاينين؟ كاينين مثلا في الكا تاع البلونجي الكا تاع الغوص، مثلا الانسان كيغوص ما راح يتنفس، كاين عنده دي ريزيرف، مثلا كاين ريزيرف تاع لو 2 40 ملم دو ميركور، تسمى الانسان كيما يغوص ما راحش يموت باسكو ديما كاين عنده ريزيرف هذاك. زيد عندنا الكا تاع لابني انك تكوبي التنفس تاعك وحدك، ليسكالات التسلق، هذو كامل لي كا لي يوقف فيهم لا ريسبيراسيون راه ديما كاين ريزيرف. تسمى البوما تاعنا راه ديما تكون موجوده الكا تاع انك دير طرافاي زايد على الغوبو. بون le poumon adapte le aide le corps s'adapte 30 fois que le poumon. Je m'entends jumeler هذه انه مثلا في ليكزارسيس مسكيلير، البومون تخلي الجسم يتاقلم مع ليكزارسيس مسكيلير باسكو البومون راح تدخلنا لو 2 تخرج سي او 2 ديغاج الشالور، مهم تسمى راح تسمح بالتاقلم تاع لو كور تاعنا مع ليكزارسيس مسكيلير. البو ثاني تسمح بالتاقلم تاع الجسم تاعنا باسكو في ليكزارسيس مسكيلير خيط نسو انسان القوس سخون باسكو البو تاعو ديغاج الشالور هذاك، بصح البومون راه يشغل تعاون الجسم على لادابتاسيون 30 فوا كو البو. تسمى هذا كل شغل كامثله برك باش ندخلو الكور تاعنا. وكان اون كا دو ليكزارسيس هنا اون كا دو ليكزارسيس لا فونتيلاسيون ملتيبل جيسكا 20 فوا، معناتها لا فونتيلاسيون تزيد ب 20 مره، معناتها في عوض ما كانت يا ربي 6 لتر بار مينيت، واش تولي من 6 في 20 120 نورمالمون، ها 120 تولي 120 لتر بار مينيت. تسمى راكم تشوفوا الفالور كيفاش يتحول باسكو علاه دوك نفهموا علاه. اون كا دو ليكزارسيس بار اوغمونطاسيون دي بوزوان، تسمى اول حاجه اللي تخلي لا فونتيلاسيون تزيد انه البوزوان تزيد، معناتها البوزوان تزيد واش حتصرى؟ تسمى كيما تخدم اترافاي مسكيلير نتايا راح تاكل بزاف الاكسجين، راح تستهلك بزاف الاكسجين، راح تخرج بزاف سي او 2، واش معناتها؟ معناتها اول حاجه راح تصرى لك ليبوكسي، حاجه ثانيه ليبركابني. هذا في زوج قلنا يديروا، هذا في زوج قلنا راح يديروا لنا ليبر فونتيلاسيون، ليبر فونتيلاسيون. تسمى هذه الحاجه الاولى اللي خلات لا فونتيلاسيون تزيد. الحاجه الثانيه اللي خلات لا فونتيلاسيون تزيد هما لي ميكانو ريسيبتور، لي ميكانو ريسيبتور في الترافاي مسكيلير، لي ميكانو ريسيبتور ماشي لي ميكانو ريسيبتور تاع لاباراي فونتيلاتوار، لي ميكانو ريسيبتور تاع لي مسكل تاعنا يروحوا ياثروا على لي سونتر ريسبيراتوار، كيما ياثروا على لي سونتر ريسبيراتوار يزيد لا فونتيلاسيون. تسمى هذا هو التفسير تاعها في ليكزارسيس، ماشي حاجه كبيره. تسمى اول حاجه ليكزارسيس البومون تاعنا راهي موجوده راهي عندها لي ريزيرف، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه يزيدوا لي بوزوان، تسمى راح تصرى لي بوكسي اي دي بار كابني، معناتها راح تزيد لا فونتيلاسيون. وثالث حاجه لي ميكانو ريسيبتور تاع لي مسكل يعاونوا، هذه في الكا تاع ليكزارسيس. بون جماعه ما تقلقوش الكور تاعنا وسمعوا حيخلص، بقاتنا في الكا تاع السوماي. الكا تاع السوماي معناتها الانسان كيما يكون راقد. بون في الكا تاع السوماي واش كاين عندنا؟ في الكا تاع السوماي احنا هزينا واش حابين نعرفوا واش هي الحاجه اللي تنقص كبير الانسان يكون راقد. تسمى الانسان هزينا انسان كيما يكون نايض وانسان كيما يكون راقد، وحابين نعرفوا واش الحاجه اللي تنقص. حنا يا جماعه كما على بالنا من قبل نبدل الكولور خير، حنا يا جماعه على بالنا من قبل بلي لا فونتيلاسيون مينوت ايغال الفونتيلاسيون كورون مضروبه في الفريكونس ريسبيراتوار. واش هزينا؟ حنا هزينا مثلا هذا، هذه لا فونتيلاسيون، لا فونتيلاسيون مينوت. الفونتيلاسيون مينوت واش لقيناها؟ لقيناها في السوماي في الرقاد راح تنقص بالنص على كيما الانسان يكون كيما يكون نايض. تسمى لا فونتيلاسيون مينوت راهي نقصت، بصح لا فونتيلاسيون مينوت راهي نقصت مازال ما تكفيش، حابين نعرفوا شنو هو الحل اللي راهي نقصت في حقيقة الأمر. احنا الفريكونس ريسبيراتوار لقيناه نفسه، الانسان يكون نايض الانسان يكون راقد لقاوه 12، معنتها لا فريكونس ما راهش ينقص. تسمى شنو هو الحاجة في الحقيقة راهي تنقص؟ الفريكونس هذا راهو ثابت، لا فونتيلاسيون كورون تنقص معنتها لا فونتيلاسيون مينوت تنقص.
وهي في الحقيقة الأمر هذيك هي باسكو لا فونتيلاسيون كورون لقيناها نقصت كما الإنسان على قد هذيك هي السبب في أنه لا فونتيلاسيون مينيت نقصت. تسمى المعادلة تاعنا تاع قبيل واش تقول؟ تقول لا فونتيلاسيون مينيت إيكال فونتيلاسيون كورون ضربة في فريكونس ريسبيراتوار اللي هو 12. 12 هذا يبقى ثابت. لا فونتيلاسيون كورون تنقص معناتها فونتيلاسيون مينيت تنقص. معناتها واش حصرنا؟ حصرنا ان هيبو فونتيلاسيون. الانسان كما يكون راقد واش حصرنا؟ ان هيبو فونتيلاسيون. علاه حصرنا هذه الهيبو فونتيلاسيون؟ اول حاجه لابان بلي الانسان كما يكون راقد ما كانش عنده ترافاي مسكيلير، معناتها ما يخدمش بزاف، ما يخدمش بزاف معناتها ما كانش الحوايج اللي يحوزوا التنفس اللي هما لي بوكسي لي باك ابني هذو كامل ما كانش. تسمى كما تشوفوا كبير قلت لكم بلي البي ار سي او البي ار او 2 كما يكون يوصل 400 معناتها ما كانش حتى لابور، معناتها يحتاج طول الاكسجين. الانسان كما يكون راقد ما كانش حتى الطاقه اللي يحتاجها الدماغ تاعو باش يحافظ على الوعي. تسمى ينقصوا لي بوزوان. راح صرنا ايبو فونتيلاسيون، اول حاجه ينقصوا لي بوزوان معناتها ستيميلاسيون بالباغ تنقص، معناتها ما كانش حتى ستيميلي لا بولب باسكو ما كانش لي بوكسي ما كانش لي بارك ابني. كما تنقص الستيميلاسيون بالباغ راح تنقص ستيميلاسيون ديافراغماتيك معناتها لي ميسك هذوك اكتيف والاخر ينقصوا، ومنه راح ينقص لي الديامتر تاع لي فيسو ما باسكو ما كانش الحركه بزاف تاع لي ميسكل، ما كانش ديامتر بزاف. واش معناتها ما كانش ديامتر بزاف؟ معناتها الهواء اللي يدخل يكون قليل. تسمى راح ينقص لنا الفوليم كورون الفي تي هذاك ينقص. كما ينقص الفي تي واش حيصرى؟ راح تنقص لا فونتيلاسيون مينيت، فريكونس يبقى ثابت. هذا هي. واش كاين ثاني حاجه؟ لا ريبونس فونتيلاتوار تنقص، لا ريبونس لي بارك ابني ولي بوكسيمي لي كيمو ريسبيرا لي كامل تنقص. بوركوا تنقص؟ باسكو ما كاينش سما غارمون حصل لي بارك ابني ولي بوكسيمي. بصح السي او 2 يبقى سما لي كيمو ريسبيرا سون 3 كيبقاو يقيدين سي او 2 اون كا الانسان مثلا يدخل نقول لك ما يصرى له حاجه يهد فيه سي او 2 لي كيمو ريسبيرا هذوك يبقاو ديما يقيدين. كاين حاجه ثانيه هذيك تاع الديامتر، خليت على الديامتر ينقص يصراو دي بروبليم سيتو مثلا في الفارينكس كما ترى الغلاشمون يبدا يتغلق، كما يتغلق يصرا الشخير والغونفلومون هذيك كامل. تسمى هذه حاجه زايده برك. دونك هذه هي برك لا ريسبيراسيون بوندون سوماي. لاكتيفيتي تونيك اي فازيك ديميني، تونيك اي فازيك معناتها تاع الريتم وتاع المهم ريتم خاطئ باسكو الفريكونس يبقى نورمال. ليبو فونتيلاسيون الفيولير انستابيليتي فونتيلاتوار معناتها بوندون سوماي راح تصير لنا ايبو فونتيلاسيون. هذه من الاخر ليكزارسيس ايبر فونتيلاسيون في سوماي ايبو فونتيلاسيون. دوك بقات لنا البارتي الاخرى من الكور اللي هي لا برونكوموتريسيتي. برونكوموتريسيتي ماشي هذيك لا برونكوموتريسيتي تسمى في لي سونتر بيبر وكامل، تسمى شنو هما الحوايج اللي اثروا على لي برونش بغير لي سونتر بيبر. سونتر بيلبر باسكو يكون ياثر على سيستم اكتيف وسيستم اكتيف على باسيف يصرى تمدد. بصح شنو هما الحوايج اللي اثروا عليه؟ اول حاجه عباد سيستم نيرفو اوتونوم. لو سيستم نيرفو اوتونوم على بالنا كاين سيمباتيك والباراسيمباتيك. سيمباتيك عنده دي ريسبتور، ريسبتور بيتا 2، ريسبتور بيتا 2 هذا السيمباتيك والباراسيمباتيك جمع راه كور فيزيولوجي العام اللي فات. تسمى غير اعاده النور مودياتور تاعو هو النور ادرينالين بالريسبتور بيتا 2 راح يدير لنا لا برونكو ديلاتاسيون. الباراسيمباتيك بالريسبتور ميسكارينيك سير ام 3 بريسيزامون النورو ترانسميتر تاعو هو لاسيتيل كولين راح يدير لنا البرونكو كونستريكسيون. تسمى هذه مش افر قاعد نقرا في الديابو ولا باسكو غير لي زانفورماسيون نعرفهم. سيستم نيرفو سيمباتيك اوتونوم خلي بالنا بلي لاكتيفيتي تاعهم انتاغونيست سيمباتيك والباراسيمباتيك. سيمباتيك يدير لنا لا برونكو ديلاتاسيون، الباراسيمباتيك يدير لنا لا برونكو كونستريكسيون. هذه الحاجه اللي تاثر على لي برونش هي سيستم نيرفو اوتونوم. عندنا ثاني لاميديرو سيرينال باسكو لاميديرو سيرينال على بالنا بلي تفرز ثاني لينكاتيكولامين اللي هما الادرينالين، والادرينالين تاع الميديرو سيرينال ولا النور ادرينال تاع سيستم نيرفو سيمباتيك تقريبا نفس الخدمه في زوج يديروا لنا لا برونكو ديلاتاسيون. تسمى الادرينالين النور ادرينالين سوسون لي كاتيكولامين راح يديروا لنا لا برونكو ديلاتاسيون. الباراسيمباتيك راح يدير لنا البرونكو كونستريكسيون بلاسيتيل كولين. هذا بالنسبه للسيستم اوتونوم. وبالنسبه للميديرو سيرينال دوكا سيستم نو ادرينرجيك نو كوينرجيك هو لو نانس. هذا سيستم نو ادرينرجيك نو كوينرجيك عندنا حوايج اكزيتاتور حوايج انيبيتور. والله جو سي با اكزيتاتور يخصو بها لا كونستريكسيون، انيبيتور يخصو بها ديلاتاسيون. المهم نورمالمون راهي هكذا. في الاكزيتاتور عندنا لي فيبر سي، لي فيبر سي هما لي فيبر دو فابل ديامتر. عندهم النورو ترانسميتور تاعهم هو لا سيبسونس بي. الانيبيتور عندنا لو نير فاك، لو نير فاك النورو ترانسميتور تاعو هو لو فيب لو فازو انديستينال بيبتيد. اسمها هذو انصامبل شو هذو انصامبل دي ماتيير اللي راح ياثروا لنا على البرونكوموتريسيتي. هذو الحوايج اللي يكونوا ديزورمون تسمى لوندوكرين.
كاين عندنا دي ميدياتور باراكرين. لي ميدياتور باراكرين هما حوايج يتفرزوا داخل اسمه في السيستم النار في السيستم ريسبيراتوار، بعد يتفرزوا من الباروا فاسكيلار تاع لي زارتير، يتفرزوا من من لي ميسك اللي كاينين تما. تسمى هذو الميدياتور باراكرين. كاين عندنا حوايج لي كوزانويد، لي ستامين، سيروتونين، لوندوتيلين، لي اكسيتيرا اكسيتيرا، حوايج يجيو من ليبيتيليوم، لا تي بي، لي دي بي، هذو كل ياثروا على ياثروا على البرونكوموتريسيتي. كاين ثاني شيما شغل شغل ملخص عليهم. هذه هي الشيما. اول حاجه عندنا السيستم نيرفو اوتونوم. السيستم نيرفو اوتونوم كما راكم تشوفوا هنايا بالنور ادرينالين ولا الميدروسيرينال بلادرينالين، هذا في توش حي اثروا على الريسبتور بيتا 2 وراح يدير لنا البرونكو ديلاتاسيون. كاين عندنا ثاني هذا اوكل اثر جمع برونكو ديلاتاسيون كونستريكسيون، معناتها اثر على الميسك ليز. خلي بالنا بلي بونش تاعنا فيهم الميسك ليز، الميسك ليز هذيك هي اللي راح تقلص ولا تتمد. كاين ثاني لاسيتيل كولين. لاسيتيل كولين سما سيستم نيرفو باراسيمباتيك ريسبتور ام 3، هذا راح يدير لنا برونكو كونستريكسيون. هذا ثاني كاين عندنا الفيب، الفيب فازو انتستينال بيبتيد، فازو انتستينال بيبتيد تاع الفاك. هذا سيستم نو ادرينرجيك نو كولينرجيك لونس. كاين ثاني عندنا هذو دي زوتر ماتير لا تي بي ايتترا، سبستانس بي ثاني سبستانس بي، سبستانس بي هذه في لي فيبرسي، هذو هذه ستيميلاتور، هذه ستيميلاتور، هذه انيبيتور. المهم تسمى الهضره اللي كنا ندير فيها قبيل، وهذا اوكل كاينين دي فاكين دي ماتير دي ماتير باراكرين. راكم تشوفوا باراكرين واش معناتها، باراكرين معناتها راكم تشوفوا كما هنايا تفرزوا مثلا من السيل هذه ماستوسيت، باسكو كاينه ماستوسيت في البومون، شحال ماستوسيت شحال دير راح يدير لنا ليستامين. كاين ثاني عندنا الباو اندوتيليان راح يدير لنا اللوندوتيلين. المهم دي ديفيرون فاكتور ياثرون على البرونكوموتريسيتي. سي سا نوتخ كور ريغيلاسيون ريسبيراتوار. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل وصلتوا لهنا وكامل فهمتوا مليح. لا تنسونا بالدعاء. بون تخلصت الفيزيولوجي ريسبيراتوار، بقاو لنا غير دوكور تاع لوسون نتاعنا ونكونوا كمان ان شاء الله. نتمنى نكون فدتكم كامل. شكرا لكم على حسن المتابعه. هذا ما وفقني اليه الله، فان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي، والسلام عليكم ورحمه الله.